Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec un très grand honneur, on est aujourd'hui entre les experts du Tijali Wafa Bank afin de présenter l'entreprise et ses produits. Notre entreprise consiste à produire des pots ainsi que des présentoirs de jardin avec un système d'auto-irrigation et auto-éclairage selon les besoins des plantes. Tout ça grâce à de nouvelles technologies développées par notre entreprise et bien sûr grâce à nos partenaires. Tijali Wafa Bank, alhamdoulilah, a lancé la deuxième édition des trophées NMAC. Et on est très honoré d'être parmi les 50 finalistes dans cette compétition. كل شيء كيعرف بعد الغلق ديال الشريط الحدودي بزاف ديال التجار ما بقاوش كيقدروا يسوقوا المنتجات ديالهم. الحمد لله حنا شاركنا بفكره ديال موقع تجاري وابليكاسيون موبيل اللي كتساعد التجار في الجهه الشرقيه باش يسوقوا المنتجات ديالهم. تاهلنا للنهائي هنا في لا فاز فينال ديال تجاري وفا بنك لجائزه الابتكار. الحمد لله الأجواء كانت فاتت مزيانة كنتمنوا التوفيق للجميع ويكون البروجي إن شاء الله من أحسن المشاريع اللي كانوا حاضرة في هذه المسابقة. من ناحية مشاركة ديالي في هذه المسابقة احنا صراحة جد شاكرين للتجاري وفا بونك لأنه كيقدم هذه الانيسياتيف لي جون اونتربرونور خصوصا في الجهة ديال الجنوب لأنه كان ياسر من المقاولين وكيحتاجوا بحال هذا النوع من الدعم ودعم المشاريع طبعا الصغرى والمتوسطة. من ناحية أخرى كان واحد لا كومبانيون تبارك الله هون في كازا ونشكر صراحة كل القائمين على دار المقاول على مسابقة أنا معاك الناس طبعا ديال تجاري وفا بنك. الحمد لله فخورين اننا وصلنا للنهائي في مسابقه انا معاك ونتمنوا نكونوا من الفائزين اللي غادي ينالوا الجائزه لاننا فريمون دايرين واحد البروجي اللي هو انوفون اللي هو لا رياليزاسيون ديال واحد لو سيستيم انتيغري في لاندستري 4.0 اللي تيكون في لي فيكي اللي تيديتكتي ليا اي بروبليم كاينه في لا فواتير ونتمنوا المشروع ديالنا ما غاديش يوقف هنا. دونك لوبجيكتيف ديالنا سي دو كريي دو لا فالور اجوتي ولا كرياسيون دومبلوا سيرتو. Donc, on a deux produits à base des huiles alimentaires usagées. C'est les bougies et les savons. Les bougies, c'est toujours dans la phase de prototypage, mais les savons, ils sont déjà certifiés par l'Institut national d'hygiène, où ils disent qu'en quoi ils sont conformes aux normes en vigueur et ils peuvent être utilisés comme n'importe quel savon normal sur le marché. Luma, on a remporté le premier prix de le meilleur projet de création du programme Anamak, les Dero Tijari Wafa Bank, un prix de 100 000 dirhams. اللي ان شاء الله غادي يمكننا باش نديماريو لاكتيفيتي ا نوفو باسكو حبسناها ا مومون دوني. اليوم كانت نهائيات مسابقه جوائز انا معاك اللي في نسختها الثانيه 2019 اللي مرات من ثلاثه المراحل. المرحله الاولى وهي مرحله دعوه للترشيح واللي كانت الحمد لله جد مهمه لان كانت عندنا 1950 مرشح. من بعد عملية فرز درناها اون انترن انطلقت القافلة الوطنية في 10 ديال المدن للبحث على المقاولات وحاملي المشاريع اللي عندهم المميزين بالنسبة فيما يتعلق بالمشاريع ديالهم والمشاريع ديالهم واللي تم اختيارهم من طرف اعضاء لجنه التحكيم الجهويه. الان اليوم كاين عندنا النهائيات اللي الحمد لله وصل عندنا 50 مرشح للنهائيات وكيف ما جاء في كلمات السيد الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك فالنسخه الثانيه عكس سابقتها ما غاديش تختصر فقط على الجوائز حسب الفئات ولكن غادي يكون عندنا ان شاء الله جوائز حسب الجهات الاداريه بغض النظر على الفئه اللي تسجل فيها المرشح. بالنسبه للمنحه فهي او الجائزه فهي عباره عن منحه ماليه زياده على حساب بنكي بالمجان مدى الحياه في احدى وكالات التجاري وفا بنك وتسجيل في مصلحه المشتريات للتجاري وفا بنك مع مواكبه من طرف احد التجاري وفا بنك.